قتلتوني 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 ليه؟ وليه الوقت؟ ليه الوقت؟ ليه تعال تعال انت اللي قتلته. قتلته ليه؟ ليه يا سماوي؟ ليه يوسف؟ ليه يا جبان؟ بص بص له هو ميت، بص له هو مقتول. قتلته ليه يا وحيد؟ ليه قتلته؟ انت اللي قتلته صح؟ ها؟ تعال خدت الفلوس، خدت الفلوس عشان اديها يا جماعه، اديها وقتلتني. ليه كده؟ ليه عملت فيا ليه كده؟ ضمنت فلوسك وقتلتني. ليه كده؟ ليه تعملي فيا كده؟ ليه كده؟ ليه؟ مين عمل فيك كده؟ مين عمل فيك كده؟ مين هو اللي مين عمل فيك كده؟ فين فلوس ابويا؟ فين فلوس ابويا؟ فين فين شاي؟ شاي عمري فين؟ فين يابا؟ جريمه القتل جوه هنا في المكان والقتيل موجود في مكان. يبتدي المعاينة. يلا يلا لا 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 خليك انت معانا هنا. قول يا وحيد، انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط ومين اللي كان موجود وقت اكتشاف الجريمه. دلال هي اللي اكتشفت الجريمه وقالت لنا،
يظهر ابراهيم بيه ان وحيد عنده كلام مهم قوي ممكن يفيدنا، صح يا وحيد؟ بقولك يا وحيد، مش يمكن يكون اللي قتل الدقاق هو نفسه اللي قتل جنة؟ يوسف هو اللي قتل جنة وهو اللي قتل ابوه برضه؟ وبحضورنا نحن طارق السيد رئيس نيابة الهرم، وجدنا جثة القتيل بمكتب بالدور الأرضي للفيلا، والقتيل جالس على المكتب، وتوجد بالمكتب نافذة تطل على الحديقة، وقد وجدنا أن النافذة مفتوحة وجاري رفع البصمات بالمكان. كما قمنا بمعاينة الجثة وتبين أنها قد تعرضت للخنق بواسطة حبل ما زال على رقبة القتيل، كما أن بها طلقا ناريا في منتصف الجبهة تماما وفقا للرسم الكروكي المرفق بمحضر المعاينة. والجثة لذكر في العقد السابع من عمره. سمر، سمر فوق يا حبيبتي، يا سمر، يا مالها يا حاجة؟ يا حبيبي يا وحيد، الحمد لله يا ابني، الحمد لله على سلامتك. هو اللي احنا فيه ده شوية يا ابني. سمر بلاش تروحي مني انت كمان، كفاية عليا جنة. سمر فوقي يا حبيبتي، فوقي. سمر ابتدت تفوق اهي. هي اللي قتلته بعد ما خدت كل اللي حلته، خلصت عليه وقتلته. ايوه انا متاكده. ما تقعديش تقولي كلام وخلاص، استني شويه لما تشوف البوليس هيوصل ليه. هما بيعملوا ايه يا وحيد؟ بيعينوا الجثه وهياخدوا بصماتنا كلنا. سمر، سمر يا حبيبتي انت كويسه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو مين اللي كان في المكتب تحت ده؟ مين اللي كان في المكتب؟ مفيش حاجة يا حبيبي. مين اللي كان في المكتب ده؟ بابا؟ خلاص خلاص يا سمر. بابا، بابا اللي حصل له كده؟ اهدي اهدي يا حبيبي. بابا يا دوسة اللي حصل له كده؟ اهدي يا حبيبتي اهدي. خلاص يا سمر ما تعمليش في نفسك كده. اهدي يا حبيبتي اهدي. اهدي يا حبيبتي. اهدي يا حبيبتي. ما حدش يخرج من الفيلا إلا بإذني، مفهوم؟ كلكم رهن التحقيق. الأوضة اللي فوق بتاعت مين؟ بتاعت سمر وإيهاب ويوسف والمرحوم. اشرف اطلع عين انت فوق وانا هعين هنا تحت. تمام. بس اهدي يا
صوت الأرض. متى يتحول الخيال إلى واقع؟ إنها الفكرة الوحيدة للخلاص، اختفائه. ذلك الأب الذي نشأ وترعرع على الظلم والتفريق بين الأبناء، مما خلق حالة من الكراهية الدفينة بين الأخ وأخيه. إنها حالة الحرب الباردة التي تدور في الخفاء بين الإخوة، فتحولوا بفعله هو نفسه إلى أعداء. بلغ طارق بيه بعد معاينة الجثة يطلع لهنا. يظهر ان الجريمة دي وراها سرقة. وقد امرنا نحن بتشريح الجثة لتأكد من اسباب الوفاة، وذلك بعد معاينة الجثة وفحصها ومعاينتها فحصا خارجيا دقيقا باستخدام الاشعة فوق البنفسجية. اقفض المحضر في ساعته وتاريخه. طارق بيه، اشرف بيه لقى خزنة المجني عليه مفتوحة فوق. هنطلع حالا. دكتور عادل، ابتدي انت شغلك على طول. حاضر، انا عين المنطات ونرفع البصمات وننقل الجثه للتشريح حالا. خد وقتك في كل حاجه، وبعدين ابعت لنا الرجاله فوق عشان نرفع البصمات. يلا يا جماعه. يا هذا المصيبه، يا هذا المصيبه، هوامت بتاعتي المتلتله دي فين؟ في يا باشا، في مخزن 1000 متر في كرداس زي شيل بضاعتنا كلها. ده لو ساعتك تحب. لا ما احبش. عيب يعني ايه يا زكي؟ الله، هو انت حد هتنسمع ما اعرفهاش يا زكي؟ مضمونين يا باشا، بتاع ناس مضمونين ومحل ثقه، كانك شايل البضاعه عندي بالظبط. ما تقلقش يا باشا، ده المخزن بتاع اللي في ارض الليوه، ده انا كنت ناسيه الحاجه اللي فيه. ولا تقلق، انا هخلي لك المخازن كلها دي على البلاطه. غلط غلط يا زفت، غلط. لازم تسيب شويه في كل حته عشان تبقى مبلوعه. يا هاد المصيبه. ماشي يا باشا، انت بس ما تعصبش نفسك، لما حاجتك كده يلا واتكل على الله. اتكل على الله على فين؟ على البيت يا باشا، مش عايزين اي حد يحس بغيابك. يلا يا باشا، على مهلك. خد فلوسك اهي يا باشا، اتفضل. يلا يا باشا اتكل على الله. هجيبهم لك انا دول، سيبهم سيبهم يا باشا، اتكل على الله. اتكل على الله ما تقلقش. يلا. امال فين كمال ويوسف؟ كمال ما كانش موجود وقت اللي حصل. بعد محاضرة الحج خرج، محدش عارف راح فين. ويوسف اتهمنا كلنا بان احنا اللي قتلناه وسابنا وجري. هرب يعني؟ انا ما قلتش كده. طب فين اللقاء؟ هي مش كانت موجودة هنا برضو وقت ارتكاب الجريمة هي كمان؟ خرجت قبل ما يحصل ورجعت بعد ما حصلت، ومحدش عارف راحت فين لغايه دلوقتي. يعني محدش يعرف راحت فين؟ يا فندم اسالني عن نفسي وبس لو سمحت. حاضر حاضر، ما تزعلش نفسك قوي كده، تحت امرك يا هبي. سيبك منه يا باشا،
وحيد هيقول لنا على كل حاجه. فين اللقاء يا وحيد؟ اساله يوسف عليها. يوسف نظريه برضو. طب وكمال؟ كمال ما قتلش. كمال بريء. بريء معنى كده انك عارف مين اللي قتل؟ وحيد اسكت يا ابني ما تغلطش نفسك. معلش يا سعاده الباشا، اصل مراته ماتت من كام يوم وهو من ساعتها يعني. جنة ما ماتتش. جنة اتقتلت. قتلوها. طب مين اللي قتل سيدة وحيد؟ قولوا لي انتوا بقى. اشرف ايه؟ سيب وحيد دلوقتي، واضح ان اعصابه تعبانه، مش وقته. بعدين في الاسم هنعرف كل حاجه. اسم شادي بيه في المسدس. في نفس يا فندم. اطلب الاسعاف. ادخل. ده يا فندم التقرير المبدئي للطب الشرعي. وتقرير ادله الجنايه لسه ما جاش ولا ايه؟ اللي كانوا موجودين كتير يا فندم، وعشان يطبقوا بصماتهم بالبصمات اللي موجوده على المسدس بيتهيألي ان ده هياخد وقت كبير. طيب اقرانا التقرير ده نشوف بيقولوا ايه. التقرير المبدئي يا فندم بيقول ان القتل تم عن طريق الخنق بحبل ثم طلق ناري من مسدس 9 ملي، ولكن بعد ان كان المجني عليه قد فارق الحياه، والمسدس اللي لقوه مرمي في الجنينه هو المسدس المستخدم في القتل. وقت الوفاه كان حوالي الساعه 11 قبل نص الليل تقريبا. يعني كده يبقى الجاني خنق المجني عليه الاول، وبعدين زياده في التاكيد ضربه بالرصاص. بس قتله ليه؟ صدقني يا اشرف، الدافع في الجريمه دي هو الانتقام. ده احتمال يا باشا، بس في احتمال تاني. اللي هو ايه؟ يا باشا ما تنساش اوضته اللي اتسرقت، واكيد السرقه حصلت قبل الجريمه. عايز تقول يعني ان اللي قتل دخل اوضه سيد عشان يسرق حاجه وما لقاهاش، راح نازل المكتب وقتله، او ايه؟ او العكس. القاتل كان عاوز حاجه من سيد، ولما رفض يديها له خنقه وخد الحاجه اللي هو عايزها منه وطلع سرق. كان عايز مفاتيح الخزنه مثلا. مثلا مش ده سيناريو مطروح برضه يا باشا؟ ممكن اشرف، بس انا اللغز اللي محيرني، لو افترضنا يعني ان القاتل ده خنقه واتأكد انه مات، ايه اللي يخليه يضربه تاني بالرصاص؟ لو اتأكد انه مات وضربه بالرصاص يبقى اكيد الدافع كان الانتقام، وسهل في الحالة دي اننا نوصل للجاني. بس وارد برضه يا باشا ان القاتل ما يكونش اتأكد من موته فضربه بالرصاص عشان يأكد موته. بس ده برضه ما يخليهوش يبدأ بالخنق، كان ضربه بالرصاص وخلاص، خصوصا انه جاي ومعاه مسدس وعامل حسابه وكاتم للصوت كمان. انت بتشك في حد من ولاده؟ كلهم يتشك فيهم، ولاده وستاته، بس انا مركز على اتنين. مين يا باشا؟ يعني انت دخلتي المكتب على المجني عليه عشان تبلغيه ان مراته التانية سرقته، لانك طلعتي فوق ولقيت الخزنة مفتوحة؟ هو ده اللي حصل. وانت عرفتي منين ان اللي فتحت الخزنة وسرقت اللي فيها تبقى لقاء؟ وانا طالعه لقيتها نازله مستعجله، دي حتى ما عدتش على الحاج عشان تبص عليه. سين، وانتي اصلا طلعتي الاوضه فوق تعملي ايه؟ هي مش خلاص بقت اوضه لقاء؟ اصلا انا كان ليا هدوم ما خدتهاش فطلعت عشان اجيبها. في حد شافك وانتي داخله الاوضه؟ لا، بس يوسف كان نازل مستعجل وانا شفته. كان الساعه كام الكلام ده؟ كان تقريبا 9 بالليل. الجريمة حصلت الساعة 11، تقدري تقولي لي كنت فين في التوقيت ده؟ ما أنا كنت نازلة للحاج عشان أقول له على اللي أنا شفته، وبعد كده اترددت خفت أخش له ليهب فين؟ ما كنتش عارفة أعمل إيه؟ اتخنقت فخرجت أشم هوا. رحتي فين؟ طلعت بره في الجنينة، وكلمت أمي في الموبايل كنت عايزة أطمن عليها، بس وأنا بكلمها سمعت صوت جاي من ورا، قلقت. اتشجعت وقلت لازم أشوف إيه اللي بيحصل، لقيت يوسف قدامي، كان شكله مش طبيعي خالص. اتصرفتي ازاي؟ دخلت بسرعه ورحت قلت المكتب لسيد عشان اقول له على اللي شفته. وبعدين سمعت صوت
لقيت يوسف داخل وانا كنت مرعوبه منه. استخبيت في اوضه كمان وشفته هو داخل وما كانش طبيعي. وقف وبص ناحيه المكتب وكانه كان عايز يدخل لسايل. قفلت الباب بالراحه عشان ما يشوفنيش. ومعرفش هو عمل ايه بعد كده. ها وبعد كده عملتي ايه؟ قعدت على السرير في اوضه كمال. من كتر الارهاق فردت جسمي فرحت في النوم. مش عارفه نمت قد ايه، بس اللي انا فاكره اني اول ما صحيت قلت لازم ادخل اقول لسيد على اللي حصل ايا كان ايه اللي هيعملوه فيا. وبعد كده دخلت شفت اللي شفته. ما دريتش بنفسي غير وانا بصرخ وكل اللي في البيت حواليا. يوسف ايه؟ انت فين يا راجل مختفي كده؟ مختفي يا باشا؟ انا موجود. اصل انت مش عارف يا باشا. انا لو عرفت ظروفي انا هصعب عليك. ده انا شقه عمري ضاع. طب تعالى معانا شويه بس. عايزين اجي معاكم فين يا باشا؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل. ايوه يا باشا قول لي بس انا رايح فين. ما الناس عارف انا رايح فين. هتعرف كل حاجه. هتعرف كل حاجه بعدين. لا يا باشا قول لي. طب العربيه؟ طيب العربيه يا جدعان عشان الطريق بس. اتفضل معانا. إن الخلاص من كل القيود والتحرر التام لن يتم إلا بالخلاص منه ذلك الأب الذي نشأ وترعرع على الظلم والتفرقة بين الأبناء، مما خلق حالة من العداء والكراهية الدفينة بين الأخ وأخيه، كما دمر الاقتصاد المصري أيضا. مش ده كلامك يا أستاذ إيهاب؟ تمام يا فندم، أنا فعلاً كتبت الكلام ده، بس مش معنى كده إني قتلته. أمال تفسر بإيه إن السيناريو اللي أنت كاتبه هو اللي اتنفذ؟ القصة دي يا فندم كتبتها وأنا في الصين. كان معايا يوسف ووحيد إخواتي. حسيت إنه كنا ممكن نبقى كويسين قوي من غيره. وكمان بعد ما اكتشفت اللي عامله سيد الدقاق ورجال الأعمال والتجار أمثاله في بلدنا. يا فندم دول يستحقوا الشنق في ميدان عام. الصين مليانة بضايع كويسة وعلى مستوى جيد، لكن هو وأمثاله راحوا للبضاعة الرخيصة الأقل جودة، واخترعوا حاجة اسمها الفرز الرابع وغرقوا به البلد ودمروا الصناعات الوطنية. عشان كده تحمست وكتبت ورجعت. كان كل حماسي إن أفتح الملف ده، وكنت أفضل أحارب ضد الباب المفتوح ده. جيت لقيته اشترى الجريدة وطردك منها، مش كده؟ أنا ما كنتش متصور حجم الكراهية دي اللي جوه أب ضد ابنه. مش متخيل إن حد يدفع دم قلبه عشان يذل ابنه. وهو ده مش سبب كافي يخليك تقتله؟ فعلا هو سبب كافي جدا. تفتكر اللي قتله حد من جوه البيت؟ وممكن يا فندم يبقى حد من بره البيت. المرحوم كان أعداؤه كتير قوي. سين، كنت فين بالظبط وقت وقوع الجريمة؟ أنا فندم كنت نايم في أوضتي وصحيت على صوت حد بيصرخ. نزلت جري شفت اللي حصل وبلغت البوليس على طول. وبالنسبة لسرقة غرفة المجني عليه القريبة من غرفتك، إيه تعليقك؟ أنا فندم معرفش حاجة عن موضوع السرقة ده أصلا. يعني ما تخيلتش بحد كده داخل أوضة المجني عليه بعد ما نزل قاعد في المكتب تحت؟ اللقاء يا فندم كانت متلهوجة كده ونزلت بسرعة، بس دي أوضتها، لأن بعد ما جت عاشت معانا في البيت والحاج ما بقاش طايق دلال بقت عايشة عادي بتطلع وبتنزل. طيب لو ظهرت قدامك أي معلومة ممكن تفيدنا في التحقيق أرجو إنك تبلغنا بيها فورا. إهدي يا سمر من فضلك عشان نقدر نكمل التحقيق. أنت قلت لي إن أنت ما قدرتيش تقعدي لوحدك في أوضتك ونزلت عشان تقعدي مع فردوس. رحت للحاجة فردوس لقيتها بتصلي وكانت بتعيط جامد قوي وهي بتصلي. وبعدين عملت ايه؟ سبتها تكمل صلاه ورحت علشان اشوف وحيد. ولقيتيه؟ وحيد فين يا عم حسونه؟ وحيد مين؟ هو ده وقت هزار برضو؟ بقولك وحيد فين؟ وحيد انا دخلت عليه الاوضه لقيته موجود، بس حالته مش طبيعيه. انا سيبني دلوقتي يا عم حسونه، عايز اقعد لوحدي. مالهاليش كلام، قالها بالحركه عشان انت عارفه ان هو ما بيتكلمش.
ساعة ما جنة ماتت رحت المطبخ ورجعت دورت عليه في الأوضة ما لقيتوش، نزلت الجنينة أدور عليه ما لقيتوش، رحت الباركنج بتاع العربيات برضه ما لقيتوش، فص ملح وداب. رجعت على أوضة فردوس لقيتها خلاص خلصت صلاة، خدتني في حضنها وقعدت تعيط، وفضلنا مع بعض لحد ما سمعنا صريخ دلال. بس سمر قالت ان انت كنت في اوضتك انت لغايه لما سمعت صريخ دلال. ايوه، بس قبل ما اسمع الصوت رحت المطبخ اعمل كوبايه ليمون لسمر عشان تهديها شويه، اصل بصراحه كانت حالتها صعبه قوي، كانت تصعب على الكافر. والكلام ده كان الساعه كام؟ ما اعرفش والله يا باشا، اصل انا ما بصيتش في الساعه. طيب كملي يا حاجه فردوس. دخلت لقيت وحيد بيعمل عصير. بتعمل ايه يا وحيد؟ مالك يا وحيد؟ طب اديني كوبايه عصير لسمر. الله، ماله ده؟ في ايه؟ ها وبعدين؟ وبعدين عملت كوبايه الليمون وجهت على سمر. ووحيد كان راح فين؟ اختفى فجأة، معرفش راح فين، مع انه هو ما بيطيقش نسمة هوا تقرب من سمر. اخر مرة شفتي فيها لقاء كان امتى؟ في الحقيقة كنت انا ودلال قاعدين في الهول تحت، وفجأة لقيناها نازلة مستعجلة، ومن ساعتها ما شفناهاش غير لما عرفنا موت المرحوم. والكلام ده كان الساعة كام؟ والله العظيم ما اعرف يا باشا، انا قلت لحضرتك قبل كده ما بصيتش في الساعة. طيب انا عاوز اسألك عن الحبل اللي اتخانق بيه المجني عليه، تفتكري كان من جوه البيت ولا الجاني جايبه معاه من بره؟ والله يا باشا ما عنديش فكرة، انا ما اعرفش. وبعدين المباحث جت وقلبت البيت كله، والمباحث شافت بنفسها. طيب امضي على اقوالك يا ست فردوس. اسمك وسنك وعنوانك. يوسف سيد الدقاق، 32 سنة، عايش في فيلا الدقاق 18 طريق المروتية. باشا ممكن تفسر لي اختفائك بعد وقوع الجريمة؟ باشا ولا اختفاء ولا حاجة، انا في ناس كلموني في التليفون قالوا لي الحق الوكالة بتاعتك والمخازن بيتسرقوا. قفلت التليفون من هنا وجريت يا باشا وشفت المصيبة. ورحت الوكالة؟ رحت يا باشا، رحت الوكالة ورحت المخازن، لقيتها كلها على الأرض يا باشا، لقيتها كلها على الأرض. بس الناس اللي عملت كده يا باشا دي ناس مخططة، والله العظيم ناس مخططة يا باشا. دول قتلوا الراجل مرتين، مرة شن ومرة لما واخذة ضربوه بالرصاص تاني مرة، وبعدين خططوا إن هم يسرقوا شقة عمري اللي أنا شقيت فيه أحلى سنين عمري يا باشا. معنى كلامك ده يا يوسف إن في عصابة أو جماعة معينة هي وراء ارتكاب الجريمة والسرقة؟ أيوه يا باشا، هي عصابة، أبوس إيدك يا باشا تمسكوه، أبوس إيدك تمسكوه. بتشك في حد معين؟ أيوه أنا بشك في حد معين يا باشا. بتشك في مين يا يوسف؟ جمال، جمال، جمال سيد الدقاق وإيهاب سيد الدقاق ووحيد سيد الدقاق ولقاء خالة القاء. المرة دي يا باشا، سرقت شقة عمري كله يا باشا. عندك قرائن ضد المذكورين تبرر بيها شكك؟ أيوه أنا فهمت يا باشا، يعني عندي يا باشا. أيوه كمال اللي هو كمال سيد الدقاق ده أول ما عرف إن الحاج سيد الله يرحمه، أول ما عرف إن الحاج سيد كتب كل حاجة باسم القاء، أصل القاء دي كانت مرات الحاج سيد الله يرحمه، أول ما عرف خف يا باشا، خفي مبقاش موجود، راح سرق كل حاجة من الوكالة والمخازن. ووحيد يا يوسف؟ وحيد انا هقول لك يا باشا عمل ايه، انا هقول لك بقى وحيد عمل ايه.
ما كنتش قادر اخش على حاج المكتب بعد الحكايه اللي هو رماها لنا في وشنا دي. لفيت من ورا الفيلا عشان اشوف بس حالته عامله ايه. رحت رايح ناحيه الشباك وقعدت ورا الشباك ورحت فاتح الستاره بالراحه وبصيت عليه. لقيت باب المكتب بيتفتح. دخل عليه وحيد وكان شايل صينيه. صينيه. قرب منه شويه وايديه كانت بتترعش. مش عارف يا باشا كانت بتترعش من ايه. وبعدين راح مقرب اكتر وراح حاطط الصينيه على المكتب. كان الحاج ساعتها الله يرحمه. الحاج كان سند راسه على كرسي المكتب وقاعد مكانه زي العالي. وحيد راح ماسك ايده وفجأة اتحرك وحيد ناحيتي، قصدي يعني ناحية الشباك اللي أنا كنت مستخبي وراه. أنا خفت يشوفني الصراحة. رحت قاعد مكاني تحت الشباك من بره. راح جاي وحيد وراح فتح الستارة وبص بره بس ما شافنيش. راح راجع تاني وراح قافل الستارة. حبيت أنا بقى أتابع اللي بيحصل بعد كده. بس حسيت إن في حد جاي في الضلمة. ببص لقيته حسونة ماسك المشط وكان باين إنه سكران. قلت أخش أشوف وحيد بيعمل إيه مع الحاج. بس وأنا داخل لمحت دلال كانت داخلة جاري. بس أنا بصراحة ما دخلتش على الحاج بعد ما دخلت الفيلا. أصل أنا بصراحة كنت زعلان منه. يا باشا زعلان منه ليه؟ عشان هقدر بيا، عشان طلعني من مولد بلا حمص. وبعدين؟ ولا حاجة. طلعت اوضتي وقعدت فيها. أنا ما نزلتش غير على دلال وهي بترعى بالصوت. في حاجة عايز تضيفها بالنسبة لوحيد؟ يا باشا المشوار ده ضربة طية كبيرة. دي مؤامرة. قتل الراجل وسرقوا بضاعته وسرقوا شقايا معاه. طب ده بالنسبة لكمال ووحيد. إيهاب بتشك فيه ليه؟ هو إيهاب ده بقى بالذات هو قرص الفساد. هو اللي بيخطط المشوار ده كله. هو اللي بيقول لوحيد يعمل إيه. وهو اللي بيقسي قلب كمال على أبوه. أيوة يوسف، بس دي كلها مش أدلة اتهام. وأنا يا باشا هقول لك بقى إيهاب ده بيعمل إيه. الله يا إيهاب راح في نسيت بس اللابتوب بتاعي في العربيه، هجيبه واجي على طول. عاجبك اللي بيحصل ده؟ هتقول لابوك؟ اقول لك وانت كنت عنده؟ لا مش قادر اخش له. بس احنا لازم نقعد يا يوسف، لازم نشوف هنعمل ايه معاه. اللي بيحصل ده غلط. مظبوط. مظبوط. بقول لك ايه، هو انت في ايه؟ انت مش على بعضك ليه؟ انا تمام يا يوسف. بس إيهاب قال في التحقيق إنه دخل أوضته ونام وما صحيش إلا على صوت دلال. وأنا يا باشا مش داخل الحوار ده في دماغي بتلاتة أبيض. وأنا متأكد بقى إن هو يا إما كان رايح لوحيد يا إما كان رايح لكمال. هل لديك أقوال أخرى؟ أنا عايز أعرف مين اللي قتل أبوي. الله، أنا عايز أعرف مين اللي سرق شقانا. شقة عمرنا راح فين؟ أنا عايز أعرف الولاية اللي اسمها القاع دي. الفلوس اللي لهفتها مني أنا عايز الحكومة ترجعها لي. أنا عايز الحكومة ترجع لي الفلوس اللي لهفتها المرة اللي اسمها القاع. يعني لما طلعت الاوضه كانت الخزنه لسه مقفوله؟ ايوه كانت مقفوله. انا طلعت الاوضه بعد ما الحاج دخل المكتب طلب مني اطلع اكلم المحامي زي ما كان عايز. طلعت لقيت تليفون المحامي في الاجنده عندي في العربيه. سكتي ليه يا مدام لقاء؟ كملي. مش مصدقه اللي حصل لحد دلوقتي. من ساعه ما نزلتي العربيه عاوزك تقولي لي ايه بالظبط اللي حصل من التوقيت ده لغاية وقوع الجريمة. كلمت المحامي وطلب مني أعدي عليه علشان نتفق على توثيق العقود. إيه كمان؟ أنت مستني حد؟ مش شغلك. طب تعالى أركب معايا أوصلك، تعالى. بعيد عني أحسن لك. ما تقلقش انا هدي لك كل حقوقك. مش هاكل فلوسك بس سيدي وثقت العقود. مش هيلحق، محدش هيسمح له بكده. انت بتكلمني كده ليه؟ هو انت بقيت تكرهني؟
أنا بكرهه هو وبكره كل واحد يقرب منه. سيبيني دلوقتي ألقاه. طب تعالى من فضلك، تعالى وصلك. ولا أنت شكلك مستني حد؟ أيوة أنا مستني حد، مستني حد جايلي دلوقتي. براحتك. قابلتي المحامي؟ قعدت معاه ربع ساعة بالظبط. رحتي فين بعد كده؟ سحبت فلوس من الفيزا وطلعت على كافيه في المهندسين، قابلت زبونة عندي، قعدت معاها ولما روحت اكتشفت اللي حصل. معاكي حاجة تثبت الكلام ده؟ معايا. حضرتك ده كارت المحامي، في رقم تليفونه وعنوان، ومعايا برضو رقم الزبون، وده رسيت من مكنة الصرف بالفلوس اللي أنا صرفتها بالساعة والدقيقة. بقية في حياتك يا يوسف؟ عشان ما بعرف اللي قتل ابويا الاول. هيتعرف ان شاء الله، مفيش حاجه اسمها الجريمه الكامله. طبعا هيتعرف، وبكره الحكومه تعرف مين اللي ليه مصلحه ان السيد الدقاق يموت الوقت، والوقت بالذات يلقاه. ما تسبقش الاحداث، كلنا مستنيين تقرير المعمل الجنائي. سلام. سلام ايه؟ وانت مش هتستني تقرير المعمل الجنائي انت كمان ولا ايه؟ انا مروحه من امر النيابه. ايه؟ امر النيابه؟ امر النيابه ايه؟ امر النيابه ايه؟ هو ازاي يطلعك يعني؟ هو ازاي يطلعك؟ ايه بقى روح اشتكيه. ها؟ ايوه اشتكيه. الله، ايوه اشتكيه يا الخلاق. ولعلمك بقى الفلوس دي لو ايدك اتمدت على جنيه واحد فيها انت مش هيحصل كويس. انا عايز يا باشا في مره حرميه وسرقت فلوس. انا عارف انت فين انت. ايوه يا باشا انا هقول لك. حضرتك يا فندم ما قلتليش عملت ايه مع لقاء؟ ادتنا خيط كويس ممكن يفسر لنا سبب اختفاء كمال، بس اللي لسه محيرني ايه اللي يخلي الجاني بعد ما يخنق المجني عليه يرجع تاني يضربه بالرصاص؟ اللغز ده محيرني لسه. يمكن يا فندم القاتل كان عايز يتاكد ان المجني عليه مات فعلا. على العموم تقرير الادله الجنائيه هيوضح لنا الحكايه دي، استعجلهولي. حاضر يا فندم. ممكن اسال سعادتك سؤال؟ اتفضل. انت ليه حضرتك مأجل التحقيق مع وحيد لغايه دلوقتي رغم ان في حاجات كتير تدينه؟ لان تحريات المباحث بتؤكد ان وحيد مش بالذكاء ده. ايوه يا فندم، بس ما تنساش حضرتك ان هو اكتر واحد عنده دافع للقتل، يعني موت جنى يوم فرحه وغير اللي عاشوا في البيت ده قبل ما يثبت ان هو ابن المجني عليه. والله كلامك منطقي. هو كمال جه؟ المباحث جابته موجود بره يا فندم. طيب ابعت لي وحيد على مكتبي الاول. حاضر. تفسر بيه وجود اوراق وعقود بعض ممتلكات المجني عليه في اوضتك، وكمان وجود خزنته مفتوحه ودولابه متفتش. انا ما فتحتش خزنه حد، بعدين انا ما اعرفش اعمل كده اصلا. امال ده تفتكر مين اللي سرق غرفه المجني عليه وبعدين فتح خزنته وسرق كل اللي فيها وراح اوضتك كسر بلاطه وخبى فيها العقود؟ معرفش. الوحيد اللي ممكن اشك فيه في البيت ده هو سيد نفسه. وحيد اتكلم كلام معقول لو سمحت. في واحد تاني. مين؟ يوسف. يوسف هو كمان بيكرهني زي ابوه بالظبط. بعدين ايهاب قال لي ان يوسف هو اللي قتل جنة. ايهاب اللي قال لك كده؟ ايوه، وقال لي ان هما كانوا قاصدين انا. وهو ايهاب عارف كده من فين؟ طيب حضرتك اساله هو. وحيد انا عاوزك تبقى صريح معايا علشان ما تتورطش في حاجه انت ما عملتهاش. بسين، ما قولك في اتهام يوسف اخوك ليك بانك دخلت على المجني عليه ومعاك كوبايه عصير قبل قتله بوقت قصير؟ يوسف اللي قالك كده؟ اي شافك من ورشيش المخ. انا
دخلت له كوباية العصير عشان حسيت ان ريقه ناشف. وانت متعود تدخل عليه من غير ما يطلب منك؟ لا، بس حسيت ان انا عايز اعمل كده. يا وحيد، انت لسه قايل لي انك ما بتحبوش، ده غير انك شاكك ان هو ويوسف وراء قتل جنة، ولسه حالا قايل لي ان ايهاب قال لك ان انت اللي كنت مقصود. انا مش عارف اجاوب. وحيد، انت كده هتضطرني اواجه لك تهمه السرقه والقتل العمد بسبب اصرارك على اخفاء الحقيقه. انا معرفش امسك مسدس اصلا، هقتل بيه ازاي؟ امال تعرف تخنق بحبل يا وحيد؟ انا ما قتلتش حد، انا مراتي هي اللي اتقتلت قدام عينيا ومحدش عارف يجيب لي حقي لغايه دلوقتي. طيب طيب، عاوز تضيف حاجه؟ ايوه. ها قول. عايز سمر وفردوس ودلال يروحوا، ان شاء الله تحبسنا. تقرير الادله الجنائيه وصل يا باشا. ها طمني، ايه الاخبار؟ في مفاجاه يا باشا. البصمه اللي على المسدس طلعت بتاعت مين؟ تفتكر مين يا باشا؟ اكيد يوسف. طب ليه ما يكونش ايهاب او وحيد؟ يا اشرف،